نفس الفتحة دي بالظبط، أو البداية بتاعت الفيديو دي شفتوها قبل كده أكيد. ولا عارف، ده مش عشان مفيش مثلا دخلات تانية ممكن أعملها، بس عجبني قوي الجو بتاع الأوضة والنور يعني عامة. يعني حاجة تانية عايز أقول عليها، إن الأوضة دي دايما كده بيبقى فيه، يعني لو اتنين لسه مش مخلفين بيبقى فيه أوضة كده تبقى اللي هي زي المقلب بتاع البيت، فهي دي الأوضة كده. بس برضه في الضلمة شكلها يعني كأنها حاجة كده، مشهد من فيلم مرعب أو حاجة. الفيديو بتاع النهاردة يعني من غير ما أدخل في تفاصيل قوي، بس حاسه هيبقى فيديو لذيذ قوي، فلو سمحتوا كملوا معايا لحد الآخر عشان إن شاء الله هنقضي وقت حلو مع بعض. النهارده ان انا اخلي عمر ما يعرفش يتمرن تاني ويكره ان هو يتمرن معايا، عشان بعد ما يفوق من الوجع بتاع التمرين بتاع النهارده يا اما يبطل تمرين خالص، يا اما هيجي ويقول لي انا اتبسطت قوي وانا هو ده الاحساس اللي انا عايز احسه بعد التمرين. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. ثانية إيه؟ اجيب لك حاجة عشان نعملها قدام الفيديو. يا نهار ابيض، بتقول لك ما تقفل الباب وكنت هرزعه بس. لا خدت بالي. ايه بقى؟ عشان بعد التمرين. انت عارف ان الموز مش بيتفتح من هنا، بيتفتح من هنا. ليه؟ ايه ده بجد؟ المفروض تدوس عليها كده. في وقت لو عملتها من هنا كده ممكن ما تتفتحش. طب تروح اعملها. انا كلت بقتك خلاص. طب عامة ايه النظام؟ اتبسطت في التمرين ولا لا؟ تمرين جديد عليا يعني، كنتش بتمرن كده قبل كده. طب ممكن تقول للناس بس برضو شوية، انت مين؟ انا؟ انا عمر اكرم، 20 سنة، طالب في كلية هندسة قسم ميكاترونكس في جي سي، مهندس. يعني ان شاء الله. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ دخلت. ربنا عايز كده. اولا انا مش عارف، واحنا قلنا كده اظن في اول فيديو بس مش فاكر، فهو لا احتياطي يعني. هو كان عمل ستوري على انستغرام ومتصور هو واحد صاحبه الصبح بدري، وبيقول هقول اسمه، قول له يا احمد خالد. لازم اشكر استاذ احمد خالد، ده يزعل مني قوي. عايز اشكر استاذ احمد خالد لان هو اللي السبب اصلا، ممكن اللي هو يتخانق معاك عشان الفيديو ده. انت رحت من غيري وبتاع، يعني انا مشترك في الجيم بقالي كل الوقت ده وانت جاي دلوقتي تاخد الحاجه على الجهاز. اسمه احمد خالد؟ هو احمد اللي عمل لي لا انا انت يا كنت يا نهار اسود، كانت تبقى وحشه قوي. لا كان خلاص كده مش عارف كسرني انا وانت. فلقيتهم منزلين ستوري هما الاثنين، واللي هو بيقول لي هو انت فين؟ فانا اللي هو اتغصت قلت له بقول لك ايه، طب انا جاي لكم. وبعت له واتقابلنا، وعشان اللي هو يعني عجبني، حسيت ان اللي هو الموضوع ظريف. وبصراحه عشان برضو الجيم هو كان في نفس الجيم اللي انا فيه. بالظبط اسمه سمارت جيم. هقول سمارت جيم، هو عامه ما بيدونيش اي حاجه ولا ديسكاونتس ولا. بس هقول كده عشان هو الجيم عامه انا على فكره بحبه جدا، اللي هو بسيط وفي نفس الوقت فيه اجهزه كتيره ورخيص. هو بص مش رخيص يعني، عشان بس هو من الحاجات الرخيصه قوي. طب انت ايه يعني، مش عايز تسال على حاجه انت؟ طيب عايز اللي هو حاجه في التمرين، عايز يعني برضو مش عايز اللي هو اخلص الموضوع ان احنا اتمرنا مع بعض وعملت الفيديو وانت روحت يعني. لا لا لا. مش عايز تسال في حاجه في التمرين، في الاكل، في اي حاجه؟ هو انا كجسمي كده، انا سالت ناس كتير يعني، سالت كم متخصص قال لي انت كل بس انت كميات وبس. هو عامه دي حقيقه، مش فكره كميات بس، هو انت عامه يعني اللي هو ما شاء الله اللي هو الستراكشر اللي هو الهيكل بتاع جسمك
كويس مش اللي هو مثلا رفيع بزياده، وواضح اصلا وانت بتتمرن اللي هو ان انت عندك عضل بس اللي هو واضح ان انت مش واكل، واضح ان انت اللي هو يعني بتاكل مثلا وجبه في اليوم او وجبتين في اليوم، وكل واحده فيهم ممكن تبقى بالليل مثلا سندوتشين جبنه، والصبح ممكن الغدا لو في غدا في البيت كويس بالظبط، والموضوع يتقلب على كده فاهم. وده بيبان فعلا في العضله قوي، يعني بيبان اللي هو ان انت او مش فاكر بالسيستم. اخش بقى بالسبلمنتس بقى ولا اصلا مش حاسس في بروجرس او مش عارف من الاخر كده؟ يعني انت دلوقتي انا عارف انت عندك 20 سنه ممكن تاخد سبلمنتس، بس والله العظيم ثلاثة ممكن تعملهم من غير السبلمنتس بالنسبه لجسمك اللي انا شايفه. يعني جرب الاول بجسمك ده ان انت تاكل عليه، يعني جرب تاكل وشوف كل عدل، وانت لسه عندك دلوقتي التستوستيرون بيطلع، انت لسه بالغ من 3 4 سنين، فانت اللي هو ده في القمه اللي هو فاهم، يعني اللي هو ممكن تخش تتمرن تعمل اللي احنا بنحاول نعمله في 6 شهور انت ممكن تعمله في 3 فاهم. بس بالاكل لازم تاكل بعد التمرين، مش تروح رايح خارج مع اصحابك او تروح واكل سندوتش جبنه، لازم تاكل مثلا اللي هو البيض بتاعك مثلا، لازم تاخد شوفان، خد بطاطا، كل بطاطس، حاول تاكل بروتين قد ما تقدر لو تقدر، تونه، بيض، سمك، فراخ، لحمه، ايا كان، حمص، ترمس فيهم والله. بس ما تاخدش منهم طبق قد كده، هو مثلا 100 جرام، لان يعني ال 100 جرام مثلا حمص فيهم بتاع مثلا 250 300 كالوري، فتلاقيها دمرت لك الكالوريز بتاعت اليوم فاهم، هتلاقي نفسك اللي هو الموضوع عرفت توصله شويه. خمس وجبات في اليوم مثلا، يعني لما بتاكل بيض مثلا ما تاكلش بيض بس، تاخد 4 بيضات كامله، ما تاخدش 4 بيضات 3 بياض واحده كامله، لا تاخد مثلا 4 صفار كل تمر، يعني هتعرف توصل للكالوريز دي سهله من غير ماك بالظبط. يعني انت لو انت مثلا في الشوفان بتاعك حطيت عليه مثلا وحدتين بلح وشويه مكسرات مثلا، عين جمل ولوز مثلا، هتلاقي نفسك وصلت للسعرات بتاعتك اليوم 2500 مثلا سهله تمام فاهم. بس ماشي هو واضح ان هو اصلا عايز يمشي حالا لان باباك ده لا مش هو، عشان الراجل ده لازم يتحرك، واهله هيعدوا عليه دلوقتي عشان هيروحوا للغردقه، لو حد عايز يقابل عمر هيلاقيه في الغردقه في فندق لا هو الفانز بتوع عمر يروح على بس عامه انا مبسوط ان انا شفتك، ومبسوط ان هي جت كده اصلا بالكفته، ومبسوط ان انت بعت الستوري اللي هو ده معناه ان انت سخنان. ومعلش لو حد طبعا اكيد بعت ستوريز، بس دي عشان كانت اسهل مره ممكن نتقابل فيها، وكانت اللي هو شبه جاهزه ان احنا نتقابل. ان شاء الله طبعا لو الموضوع طلع لذيذ ممكن نعمله مع رجاله تانيين وكده ماشي وبس تمام. مبسوط اني شفتك والله العظيم، انا اللي مفش فشخ يعني معلش هننجز على طول عشان انت بتعرق ومفرهد اكستير بعرق لوحدي ماشي تمرينه بقى ايوه بالظبط. لا يا عمتي انا هتفضل قاعده شغاله بتاع ربع ساعه كده شويه ماشي ماشي يلا تقول لهم سلام. انا يلا سلام سلام يا لهوي انا صورت فيديو انا صورت لا بس انت بجد والله انت اللي عملت الفيديو وكنت قشطه اللي هو عادي مرتاح مش قلقان شعراوي يا لهوي انا بص مش عارف اتكلم مش عارف اتكلم خلاص انا انت يعني انا الحاجات دي بتكسفني لما تقول كده انا مش عارف اتكلم. ما اصل انا ايه بتابعك من ما قلت لك من 200 سبسكرايبر ولا حاجه متابعك من 200 من 200 ما قلت لك من 200 سبسكرايبر يا لهوي يعني مثلا 250 واحد اللي هو انا يعني ده معناه قبل ما انت ما اللي هو ما حد لما يعرفك مثلا ايوه لا مش على فكره ما فيهاش مؤاخذه دي يعني هو فعلا يعني 200 يبقى في 200 واحد بس اللي هو ممكن يكون اصلا عمل لي سبسكرايب ومش هيبص قوي بس اللي هو طب ما اعمل له سبسكرايب يمكن يقول حاجه عدله قدام يعني بس فاللي هو ايه دايما متابعك وكل اسبوع وبتاع وانا استفدت منك كتير فشخ. انا عارف انك ما بتحبش فشخ انت قبل كده حبيبي ماشي استفدت منك فاللي هو لما شفتك لو سمحت لو عايز اي حاجه في الدنيا قول لي وش وانا اللي هو المفروض انا اللي اصلا اللي هو الايه اسمها ايه الكلمه بس يعني ممكن دي تبقى تقيله شويه ممتن لك ان انت اللي هو 200 من 200 سبسكرايبر لحد 300 100000 يعني ال 100 اللي زياده اللي حصلت دي انت مديني من وقتك كتير قوي فده يعني انا اللي اقول لك شكرا وش يعني انت اللي اصلا اللي عامل الشانل يعني لازم تبقى شايف نفسك كده يعني لو تبقى تتنطط عليا عادي لا انت تعبت تعبان يعني في الفيديوز يعني وقاري وكتب وبتاع عامه انا انزل الكلام اللي انت قلته ده كله في الفيديو لا ولا نزل حبيبي انت حبيبي حبيبي اشعر والله والله مبسوط اني شفتك والله العظيم المره دي بقى نقفله بجد ايه ده ماشي يلا يلا شباب سلام يا جماعه سلام